ايه بقى؟ عايزه اعرف القصه ايه؟ يعني دي بصي هوايه عندك بصي، هي ولا الموضوع ابتدى ان هو الاول هوايه ابتدى ازاي؟ حاجه بسيطه. انا بقى مثلا بصور اصحابي بكاميرا عاديه جدا بموبايل كده. انا شغلي اصلا جرافيك ديزاينر، فابتديت احب ان انا ادرس التصوير عشان بيفيدني جدا في الشغل بعد كده. بدل ما بنزل صوره من على النت واشتغل عليها، طب ليه؟ طب انا اصور الصوره اللي انا عايزاها بمزاجي بالشكل اللي انا عايزاه وانا اشتغل عليها بعد كده بس حد براحتي. علمك التصوير ولا في الاول لا؟ كان موهبه خالص خالص جدا. بعد كده بقى الموضوع يعني ايه زي ما بيقولوا سخن في دماغي، لا ما ينفعش، عايزه اشتغل احسن من كده. برافو عليك. خدت كورس فوتوغرافي وخدت كورس لايتنج، وبقيت انزل بقى ان انا اصور اماكن، اصور اشخاص، اصور حاجات كتيره جدا. يعني مثلا زي صوره الفيوم، يعني عايزه اقول حاجه عليها مهمه جدا واللي دايما بحكيها لما اي حد ومحدش بيتخيلها ولا يصدقها خالص، ان الصوره دي انا لقطتها وانا قاعده في باص وهو ماشي. بس ده كان الساعه كام؟ ده كان المغرب. المغرب بس تحفه ده رائعه. كان المغرب، محدش تخيل ان انا هنا في باص ماشي وبيتحرك. طب معلش عايزه اسال سؤال، هل استخدمتي مثلا اي فلتر أقولك اي على حاجه؟ أقولك على لان حاجة. بصي الالوان مجمعه. لا مش على حاجه، هي الصوره جت بالصدفه ان انا واحنا رايحين رحله الفيوم وانا رايحه خدت بالي منها واحنا رايحين وانا ما كنتش ساعتها قاعده جنب الشباك، فقلت لا خلاص وانا مروحه بقى اظبط نفسي. ظبطت نفسي وعارفه المكان فين، هي دي بحيره قارون. اوكي تمام. ظبطت نفسي واللي هو يعني سوري، يعني زنقت نفسي في الكرسي وظبطت السيتنجز بتاعتي، وان ازاي ان انا القط اللقطه دي في حته معينه. ان انا لا ينفع انا اوقف واقول له استنى، واقول له لا ما ينفعش انا هاخد الكادر من هنا، طب اجرب من هنا، لا ده هي وان شوت. فكان صعوبتها في كده ان انا احضر نفسي، احضر السيتنجز، اظبط نفسي، اعكس نفسي بزاويه معينه بحيث ان انعكاس الازاز، انا عندي انعكاس ازاز كاشف كل الباس معايا، فان انا اظبطها ازاي ان انا في اللقطه معينه اخد الشوت ده. وهي فعلا كانت من اول لقطه. ما انا كنت لسه هسالك، اضطريتي تاخدي كذا لقطه واخدتي احسن واحده؟ هي فعلا كانت من اول لقطه، لان انا في اتوبيس وماشيه بسرعه، بس يعني باص كبير وماشي بسرعه، ما عنديش غير هي فرصه واحده. فهي كانت صعوبتها في كده ان انا ازاي اعمل استعدادي صح عشان اصورها في لقطه معينه. حتى الايديتنج انا ما عملتش فيها اي ايديتنج غير اضاءه بسيط، ريتاش بسيط، هو كل المصورين عارفين ده. لازم الواحد بيعمل كده ريتاش بسيط، هو بس يظهر الاوبجكت بتاعه. واللي فادني فينا ان بحيره قارون الميه بتاعتها ثابته، فعامل انعكاس المركب بطريقه تحفة. كانها مرايه مع السماء وكده والالوان. الحمد لله ربنا وفقني بالاضاءه. ربنا وفقك طبعا، يعني كان بقول لك مبروك، دي اقل كلمه نقولها قصاد موهبتك يعني.